ازيك يا هدى؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه. عملتي الاسبوع ده؟ الاسبوع ده كان اجازه، فنزلت مصر علشان ازور اهلي، وعلشان مصر وحشتني جدا. كده بجد روحتي مصر؟ انبسطت قوي. قعدتي هنا وعملتي ايه؟ ولا حاجه يعني، كنت بذاكر وشفت صحابي هنا، بس يعني وحشني مصر. مش زي لندن. واكتر حاجه وحشتني في مصر الاكل. رحت وكلت كشري وفول وكده، بس الصراحه ما ذاكرتش خالص بجد. عيب كده يا هدى، لازم تذاكري، يعني الفصل صعب قوي صح. بس انا رايحه مصر الاجازه الجايه. في اجازه الايستر. وانا كمان انا هنزل على طول، علشان الصراحه انا بقعد هنا كتير. مصر فعلا بتوحشني، ومامتي بتوحشني. واساسا مامتي بتقعد تعيط بقى عشان عايزين يرجعوا كده. وانا كمان. انتي اشمعنى جيتي هنا عشان تدرسي؟ عشان انا عشت بره. واني بجد عشتي فين؟ عشت في كذا بلد، في روسيا واندونيسيا، يعني بس يعني اقول لك مصر ام الدنيا، احلى حته عشت فيها مصر. عجبتك اكتر حته؟ عشان الناس هناك. ما هو بصي، هو اللي كل حد بيروح يزور مصر على طول بيقول ان هي زحمه وحر، والناس مش لا بس الناس فوق بعض، والناس عاملين دوشه وكده. بس الصراحه يعني ما فيش زي المصريين. انا مصريه، بس مش قصدي عشان انا مصريه، بس قصدي عشان هما بجد طيبين قوي. قوي وعايزين يساعدوا اي حد على طول. ده صحيح.